قولوا للصديق خير لأنهم يأكلون ثمر أفعالهم. قولوا للصديق خير. لكن جيت امبارح وأنا طول الأسبوع بتأمل، قولوا للصديق كذا 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 كذا، حاجات حلوة حلوة هنتأمل فيها ونفرح. لكن امبارح قتلوا أخويا، فقلت ربنا فين الخير؟ فين الخير؟ ودخلت في تأمل طويل مع المسيح. أخويا قتلوه في عز الظهر في الشارع، هل ده خير يا رب؟ فأقول لكم التأملات اللي ربنا وضعها قدامي. قال ما تنساش ويا كل أحد ويا كل متألم، نعم كلنا متألمين ومجروحين، إن أنا سبأت وقلت لكم تأتي ساعة فيها يظن كل من يقتلكم أنه يقدم خدمة لله. العقل هيتقلب، ما يبقاش عقل. تأتي ساعة فيها يظن كل من يقتلكم أنه يقدم خدمة لله، مع أن الوصية صريحة جدا بيقول لا تقتل لا تقتل، لكن يظن أنه يقدم خدمة لله. مخه ملتوي وفكر شيطاني. لكن يا أولادي ما تخافوش ما تخافوش، فيش حاجة هتتم إلا بأمري وبسماح مني. وعايز أفكركم كلكم، الرب بيقول شعر من رؤوسكم لا تهلك، شعور رؤوسكم محصاه، شعور رؤوسكم محصى. طب أدى العالم اللي حوالينا يا رب، واحنا لا هنقدر نحارب ولا هنقدر نرد. قال لا، افتكر اني من موقعة الصليب من موقعة الصليب للرب حرب مع ماليق من دور إلى دور. أضع عداوة بينك وبين المرأة وبين نسلك الشياطين وبين نسلها المسيح له كل المجد. هو يسحق رأسك وأنت تسحقين عقب. عداوة بين المسيح وبين الشيطان على مدى الأجيال إلى مجيء المسيح. فالشيطان في عداء سافر مع رب المجد يسوع. الرب للرب حرب مع مليق من دور إلى دور. طب وإحنا هنعمل إيه يا رب؟ هنعمل إيه؟ نتسلح؟ لا 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 يا ابني لا، اسمع الكلام اللي بقوله لك. لا تمتلي غيظ ولا بغضة ولا تكره اللي حواليك ولا اللي بيقتلك، ولا تنتقم لنفسك. لا تنتقموا لأنفسكم أيها الأحباء. وما نعمل يا رب؟ اعطوا مكانا للغضب، الغضب الإلهي،
اعطوا مكانا للغضب، لأنه لي النقمة أنا أجازي، يقول الرب.